حفل يوم الجمعة إن شاء الله 24 هيكون عرس ثقافي محض، هتكون ندوة في الموضوع ضمان استمرارية الموروث الثقافي، يؤطره الأستاذ الدكتور حسن حبيبي عبد المجيد مشفق عن مجموعة السهام، التنشيط للأستاذ فريد المقدر وبصحبة عبد ربي خالد مشفق إن شاء الله. هيكون واحد الحوار حول ضمان استمرارية هذا الموروث الثقافي، وما هي الأبعاد، وما هي الأشياء اللي يمكن تضمن لنا استمرارية هذه المجموعات، وشنو اللي يمكن تعطي واحد الشحنة قوية من أجل ضمان استمرارية هذا الموروث الثقافي. الحفل غيتكون فيه بالطبع المجموعة المحتضنة مجموعة السهام، وغتكون بالطبع مجموعة اللي غتوقع الشريط ديالها هي مجموعة أفريكا سيلم. غادي نشاهدوا العمل ديالها صوتا وصورة إن شاء الله، ونخليو الجمهور هو الحاكم إن شاء الله، اللي غيكون هو اللي غيقول لنا شنو العمل مدى الصدى ديالو وقابلية ديالو مع الجمهور. بدون افتخار، مجموعة السهام دائما أيديها ممدودة لكل الطاقات الشابة في المغرب. ومن اللي كنا عبر الجولات اللي قامت بها مجموعة السهام عبر التراب الوطني، لمسنا كاين واحد العدد كبير وكبير جدا من المجموعات تواقى لهذا اللون المجموعاتي وكيحبوه حتى النخاع في الشمال الشرق الجنوب. كنلقاو مجموعات، ولكن شنو اللي كينقصنا التأطير، وكيفاش توجهها، كيفاش طريقة الأداء، كيفاش يمكن طريقة الكتابة، طريقة الألحان، طريقة التوزيع، من أجل ضمان نعطيه واحد القوة واحد الشحنة قوية لهاد الوليدات ماشي يشدوا المسار ديالهم. ومثلا كل مجموعة رائدة تكون خدامة في شي حفل وتتبنى واحد المجموعة معينة تأطرها وتعطيها أعمال تتابعها وتواكبها وتحضر معها الحفل من أجل تقديمها للجمهور. مجموعة السهام دارت هذه المحطة ودارت هذا الشعار، اللي شعار الحمد لله هو راه عندنا جولة عبر التراب الوطني. والمجموعة اللي لمس فيهم صراحة أصوات متميزة، أخلاق تبارك الله، كاينة بوادر ديال المجموعة اللي يمكن تقول كلمة ديالها إن شاء الله. عبد ربي خدمت مع هذه الوليدات أربعة القطاع بتوزيعهم باللحن ديالهم بكل شيء لهم، سجلناهم صوتا وصورة، وإن شاء الله نهار الجمعة غادي تعرفوا هذا القطاع إن شاء الله، يتعرف على الجمهور الكريم الحاضر اللي غيكون إن شاء الله غيأتت الفضاء المركب الثقافي. مجموعة السهام كما قلت لك هي محطة من المحطات، لأن هذا مشروع وطني دعم من أجل ضمان استمرارية هذا الموروث الثقافي، دعم الخلف مجموعة أفريكا سيلم في الدار البيضاء. هناك محطات أخرى ستكون في مدينة طنجة، ثم مدينة الفنيدق، ثم مدن أخرى، ومن بعد غيتوج مهرجان وطني إن شاء الله للمجموعات الشبابية، للهدف هو التأطير والمواكبة، وهو ضمان استمرارية، لأن البقاء لله، لأن لكل بداية نهاية. وهذا موروث ثقافي مغربي محض يعتز به المغاربة شمالا وشرقا وجنوبا، اللي وصل العالمية. ما بغيناش يضمحل، كاين شباب اللي حاملين المشعل، ولكن كيخص تمد لهم اليد من اجل يقولوا الكلمة ديالهم. وان شاء الله كاين بوادر، لان اللي غيهزوا المشعل كاين مستوى، الحمد لله، مستوى الاداء، مستوى الكلمات، مستوى ديال التوزيع، مستوى ديال الاصوات. هي ماشي غير جولة من اجل الغناء، ولكن جولة لرصد بعض المجموعات التي تستحقوا نصيبوا لها أعمال، نواكبوها، نسجلوا معها حتى يخرج العمل الحيز الوجود عاد يمكن، ونحطوهم في أول طريق، ونتمنوا لهم مسار موفق. من هذا المنبر أناشدوا الجهات المسؤولة، اللي الصراحة في كل منطقة كيبان لنا مجموعات كتخدم في هذا الإطار. هذا موروث ثقافي لا مادي، خصنا حتى لأنه كيتعتبر تراث مغربي محض، كيخص الجهات المسؤولة بدعم هذا الموروث وتشجعوا معنويا وماديا من أجل ضمان الاستمرارية ديالو. هذا هو النداء ديالي لجميع الجهات في المغرب.